كيف كان؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. انت عم تشوف فيديو اليوم. طبعا اليوم جات لكم فلوج. اليوم انا الحمد لله معطلة مرة تانية. قلت لازم اخذكم بيومي لانه في كتير بنات بعتولي سينا اكتر فيديوهات هون بألمانيا. قلينا كيف معيشة وكيف الروتين العيشة تبعك. مع اني انا طالبة. فحبيت اليوم اخذكم معي ورجيكم هيك مقتطفات من يومي. لانه في كتير عالم حابين الفلوجات اليوميه معنا فقلت خليني كتر من الفلوجات. طبعا هلا سويت الميك اب لبست شيء ثقيل لانه برا كتير برد عن جد وعم ينزل مطر فقلت انه لازم هيك البس شيء ثقيل وبس. راح اشتري كم غراض وبعدين راجعه بدي ادرس علي كتير دراسه وبعدين راح اسوي اكل انا ولانا. فقلت راح اخذكم معي باليوم. بتمنى الفيديو يعجبكم وجايز قبل ما نبلش روحوا تابعونا على سناب شات تيك توك وانستغرام تحت بالدسكريبشن بوكس. بنحبكم كتير وهلا خلينا نبلش بالفيديو. جايز ليكوا كيف الجو برا صراحة برد بشكل مو طبيعي وعم ينزل مطر كمان. ليكوا شوي تاني يمكن ينزل تلج لأنه كاتبين انه يمكن ينزل تلج شوي تاني. ليكوا كتير برد. هلا اجيت لأنه انا اسألكم من الايديتنج الفيديو جينا بدنا نشرب شي وبعدين رايحة بدي كمل دراسة. جايز طبعا هلا جينا لهون بعد ما رحت يعني قضيت كم غرض وجيت لهون لحتى نرتاح شوي. مثل ما شايفين برا هلا اجيتكم انه الجو مو طبيعي قد مو برد ابدا مو خرج لوحد يطلع. اساس كنا انا ولانا مقررين انه نطلع اليوم نتمشى شوي نصور بالفاينخت ماركت انه بالكريسماس ماركت بس ما رح نقدر اليوم لانه الجو ابدا ما بيسمح. هون هلا رح نخلص امورنا يعني وبعدين رحنا على البيت. هلا شوي ثاني رحنا على البيت حتى نسوي اكل وكمان اشتريت كم غراض وقت روح على البيت رح اجيكم اياهم كلياتهم. ابدا ما عاد نقدر نطلع نضل برد لانه جد كتير برد. ليكو الجو ابدا ما بيسمح. رح نضل هون شوي بعدين رايحين. هي جايز ليكو هلا عم نقلي الكبه شوفوا قد ايه بتشهي. هون هون كمان سويناهم وهي اول قليه شايفين؟ So guys بلشنا. انا هون جبت طنجرة ورح حطها ورح بلش قلي البصل. رح اخذ من هي الزبدة هلا. بصل الجزر الشامبينيون والبصل هلا اقلبهم هون مع الزبدة. طبعا انا كلهم حضبتهم لحتى ما اطول عليكم الفيديو. جاي حضبت كل شيء. قولي مين بحب اللازانيا مثلي؟ اكيد متابعينا القدماء بيعرفوا انه لازم نعمل اللازانيا بطريقة ثانية. طيب بعد ما تقلي هيك رح تحط رح تضيف اللحمة المطلية. شايفين هون طفت اللحمة المفرومة وهلا رح بلش اقليها. هلا قلت الخضار هون ليكو قديش صاروا صغار. طبعا هلا رح نحط بازاليا كمان. على بالي حط هالمرة بازاليا هلا نشوف. لكن لسه اللحمة شوي مثل هيك فراح اقليه على مهلة خليها تستوي وبعدين نخلطهم مع الخضار. جايز ما بقدر اوصف لكم ريحة البولونيز قديش حلوة. فهلا رح احط كمان بازاليا. طبعا هذا الشيء اختياري انا حابة احط خضرة عشان هيك هلا هيك حابة اعمل لهم اياها بالخضرة يعني مكتر خضار اللي مع اللحمة. شفت حطيت حمية وحطيت جزر وحطيت بصلاية ولحمة وكمان بازاليا. طبعا هاد الشيء انتو اختياري. هي بالعادة اللازانيا بنعمل بس بلحمة وصوص بندورة انا بولونيز بس انا حابة اعمله كمان خضار. وهيك تقليب ببطء رح اقلبها هيك بس شوي ما رح تقلي البازاليا كثير كثير رح احط عليها صوص البندورة. وهيك بتكون صلصة الصوص سويتها ورح اتركها تغلي تقريبا شي نص دقايق بعدين رح نبلش بالبشاميل.
بلاش اعمل البشاميل، راح اخد زي الزبدة تقريبا قدر معلقة تقريبا هيك، راح اخد كمان معلقة طحين. هلا شوفوا هيك مكتل بسكوت والحليب، رح كله يتشانس مع بعضه ورح يروح هذا التكتل. بس قليهم انه هيك شوي بالزبدة وبعدين بكون الحليب. رح ضفلهم الحليب. رشة ملح وشوية فلفل. أنا مشان تروح كل التكتلات عم حاول سويهم بوض أول مشان ما يتكتل أبدا الطحين. بظن إنه هي الطريقة اللي يعني بظن إنه هي الطريقة يعني هيك مفيدة، ما بعرف. اكتبوا لي بالكومنت أنتوا كيف تعملوا هون، إنه كيف تعملوا البشاميل، لأنه أنا كل حدا له طريقة ما بعرف. يعني بحس كل حدا له طريقة بشاميل، في عالم حتى بتعملهم على البارد، يعني طحين وحليب وتركي على البارد وبتلطمهم، بس أنا بحس إنه هيك أحسن. طبعاً هلا ليكو مبين لسه في تكتلات، بس هاد كله رح يروح هلا. رح شغل عليهم. رح أضيف الحليب تدريجياً بالتدريج. سو جايز، هون انا حضرت كل شيء وجبت اللازانيا، رح نبلش نطبقها سوا. او ماي جاد، شو هاد؟ ما لي استلمت التصوير تمام. كيف صار قوام البشاميل؟ واو، رح احط طبقة بشاميل. هيك بس شيء بسيط، شايفين؟ ليش اسرد هيك طريقة. طب ما بعرف، انا بحس هذا الجاط هو المفضل عندي للازانيا، بحسه مخصص للازانيا اكسترا. الطبقة الثانية، شوف شو سهلة وسريعة. انه بتقدروا بنات لما بيكون ما عندكم وقت تعملوها، لانه بحسها انه كثير سهلة. يعني هلا تحضيرها شوفوا كيف على الفيديو، انا عم صور لكم طبعا التصوير بياخذ وقت اكثر. قبل تقريبا شي 20 دقيقة. رح تقولوا انه هيك فيها بزاقة، ما بعرف، انا بحب في الخضار وبحس انه بتعطيها طعمة هيك اكثر، هي لازانيا الخضار. الطبقة الأخيرة حاول نلزقهم هيك، حاول راح اكسر هون احطهم على الجنب، لأنه طلع في عنا فراغات فهني بيستووا من عالجنب. رح احط من هون، بحبهم لما بيتقرمشوا.
هاي اخر طبقة بشاميل. طبعا طبقة بشاميل تجي على الوش، فلهيك بركب اكثر شيء بشاميل للوش لحتى يتقمر. هلا ما رح احط الجبنة على وشها، رح فوتها على الفرن بلا جبنة، شايفين؟ وبس تطلع تكون استوت بحط عليها الجبنة. كويس، هلا رح فغطيها وفوت على الفرن. بنات هي النتيجة النهائية للازانيا، عطولي لكم فيها. انا صراحة عجبت المنظر، ما بتصدقوا قديش مشتهية هلا توقع بس لساتها سخنة. عطولي رأيكم شو رأيكم، حطيت لها جبنة وحطيت لها كمان فليفلة، وليكو كيف مبينة كتير كتير هيك سوفت وطرية، فمشتهية كتير جربها. بنات رجعنا بعد هي الجولة الطويلة لهيك ليكو قدرت اخذكم معي بالتصوير وقدرت صور لكم كل شيء. اتمنى تكونوا استفدتوا من الاكلة، وخلينا هلا نروح نجربها. كتير كتير متحمسة للطعمة. اللي ما بيعرف انا كتير بحب الباستا وبحب اللازانيا وبحب الباستا بالبيستو، يعني هدول الاكلتين المفضلين عندي. فجايز اكتبوا لي تحت بالكومنتس شو الاكلات المفضلة عندكم. انا بحب بالنسبة للباستا بحب اللازانيا وبحب البيستو، وللاكل هيك العربي بحب الكبسة كتير. فانا هون عملت اللازانيا خلصتها وعملت كبسة كمان، ما صورت لكم اياها لانكم بتعرفوا اوريدي طريقة الكبسة، وطريقتي كتير سهلة وبسيطة، مرة نزلت لكم اياها. بس عطوا رأيكم بالباستا، شو رأيكم جايز؟ بتجنن اللازانيا، بتجنن وريحتها ما بقدر لكم. بشاميل على صوص عفليفلة، يعني ممكن تخيلوا الريحة انتم من المنظر. واو.